للأسف الشديد ننظر أن تجربة فاشلة نفس أخواتها اللي قبلها، والسبب أنه هو أحد الأطراف يضغط على الطرف الآخر للوصول إلى مآربه، سواء بالموافقة على شروطه أو رفضه، وهذا المطلوب إثباته لذلك الطرف. حقيقة يبوا وقت، هي مسألة وقت، هم يستغلوا في الوقت، فهمت علي؟ كان يبوا الصلاح للبلاد ويبوا اتفاقية راه دايرينها من زمان، هذه 5 جلسة ولا 6 جلسة وما يصير شيء. كلهم يعطلوا في الموضوع بس. بالعكس يعقد أزمة. لأن الجيش مش فيه. لو كان ما فيش جيش ما فيش أمن وأمان. أنت بروحك تو كمدير ما تقدرش تتكلم معك. لكن تو في أمن وأمان. ليش تعزك في الجيش؟ أقل حاجة وافد بالجيش.